هذيك الشجره ديال النوال ما غاديش نحيد هذه دو ان. ثاني حاجه هذيك الدار ديالي من حقي نحط فيها شنو ما بغيت، نحط فيها مصحف، نحط فيها شجره نوال، ما نحط فيها والو، الموضوع راجع ليا. هذيك سير الله يفعل لك والله يترك لك، خليها عندك، ما عندي ما ندير بها وغترجع لك بالمثل. ثاني حاجه انا ما تربيتش في واحد الاسره اللي عندها عقد من ديانات اخرى، ما لقيتونيش لا قال لك حرام حرام، حط شجره فيها الضو حرام، بغيت غير نفكر. لا العلماء قالوا، انا ما كنسمعش العلماء، انا عندي عقل، عندي عقل ربي عطاه ليا باش كنفكر شنو هو الحلال وشنو هو الحرام. علاش انا غنسمع لواحد الشخص اللي هو مؤلف ومخمم بطريقته شي مراه عشوائيه ملي كنت صغيره، وانا كنشوف النوال، وانا كنشوف الشجره، وانا كنشوف عيالات بالمايو، وانا كنشوف الشراب محطوط غير في لي سوبر مارشي كدوز حدا الغيون ديالو عادي، داكشي ما كيزعزع فينا والو.